اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مختلفه شويه، لها طعم تاني، لها مذاق تاني. في العائله وفي الاسره بنتسابق في عمايلها. ايه يا مغازي؟ مكرونه بالبشاميل، وما زلنا بنتسال عليها على السوشيال ميديا. مكرونه البشاميل بتنشف مني، مكرونه البشاميل الجبنه بتجلد على وش المكرونه، المكرونه البشاميل لما بتبقى زي بتاعه المطاعم ماسكه نفسها كده خرطه خرطه في قلب الطبق، المكرونه البشاميل المكرونه جوه معجنه مش مستويه، وهكذا من الامثله. تعالوا شوفوا نعملها النهارده ازاي بطعم تاني ومذاق تاني، وما زلنا نتطور فيها في المكرونه البشاميل ونعملها بشكل جديد وطعم جديد. سلطة النهاردة بتاعتي برضو سلطة شوية مختلفة غير السلطات اللي متعودين عليها، سلطة الفاصوليا الخضراء بالطماطم. لازم السفرة بتاعتك يبقى فيها عملية توازن بالقيمة الغذائية والماتيريال والمكونات بتاعتها. ممكن مكونات بسيطة بس في عناصر غذائية بيحتاجها الجسم وأفراد الأسرة، الصغير والكبير، الأطفال وكبار السن. لازم نهتم من الناحية دي تماما علشان نستفيد بالأكل اللي احنا بناكله. الحلو بتاعنا النهاردة من نعم ربنا علينا في أرضنا الطيبة، اليستفد والبرتقال، طعم ومذاق تاني خالص. خلينا نعمله النهاردة مافن، مافن البرتقال بالليمون ويستفند يا ابن عم البرتقال، زي ما قال طبعا الأستاذ فؤاد المهندس رحمة الله عليه. هنشوف إزاي نعمل مافن بالبرتقال والليمون، يعني فيتامين سي. قيمة غذائية عالية جدا النهاردة، حلقة مميزة قيمتها الغذائية تسبق قيمتها المالية بعناصرها الغذائية ومكوناتها اللي بتناسب الصغيرين والكبار. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم للتفاصيل الصغيرة ولكن المعنى كبير والطعم مختلف والمذاق مميز. تعالوا مع بعض نشوف مقادير المكرونة بالبشاميل. مقاديرها على الشاشة لا تتعدى أصابع اليد العشرة، ولكن القيمة الغذائية لهذا الطبق كبيرة جدا بتناسب الصغيرين والكبار. معانا مكرونة بينا، لحمة مفرومة ضاني أو كندوس حسب الرغبة، بصل أو تومة، معلقة فلفلة حلوة، تشكيلة من الخضرة ده اختياري برضو، جبنة موزاريلا وبيض ودقيق وحليب وبشرة جوزة الطيب اختياري. المقادير البسيطة السهلة اللي موجودة على الشاشة، وما زلنا بنسأل على السوشيال ميديا المكرونة البشاميل اللي بتتعمل ازاي. وفي العيلة وفي العائلة أم أحمد بتعملها غير أم محمد غير أم سعاد وهكذا، مامتي بتعمل المكرونة البشاميل أحسن من مامتك وهكذا. هي المكرونة البشاميل اللي بتكون هي محور الحديث ومحور النقاش على السفرة دايما. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بتفاصيلها وبتركاية من ايد الشيف المغازي. معلقتين زيت زيتون في قلب الطاسه مع بصلايه ناعمه، وعشان دموع العين وريحه البصل بنحط شويه زعتر مع البصل في حاله تحميره مع قليل من الملح لاحمراره سريعا. حلو قوي، شويه الزعتر التمام على البصلايه الحلوه دي كده علشان ريحه البصل ما تبقاش جوه البيت. وما ننساش شوية ملح يا عم الشيف صغيرين على البصلاية وهي بتتحمر. معلومة غير معلومة، إضافة الملح للبصل في حالة تحميره بيعمل إيه يا شيف؟ بيساعد على الإحمرار. بالشكل ده كده. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ بس أوعى، خلي بالك، أوعى تنسى إنك أنت حتى بصل، حتى ملح على البصلاية، ده مهم جدا على فكرة، عشان ما تحطيش الملح مرتين. زائد مكعب زبدة بندعم البصلاية عشان تبقى قيمتها الغذائية عالية جدا. يبقى الزعتر والملح كده، أنا مش شامم ريحة بصل خالص. فص التوم الحلو بينزل دايما بعد تحمير البصلة عشان البصلاية التومة ما تحمرش ويبقى لونها مختلف في وسط اللحمة. ننزل باللحمة المفرومة يا مغازي، برضو كمية اللحمة حسب عدد أفراد الأسرة. تقدري أنت تدعميها بشوية خضار زي الفلفل الملون، فلفل حار اختياري ده كله يعني. عايزة تحط شوية بسلة في قلبيها مفيش مشكلة. وكل على ما تدعمي اللحمة المفرومة بالخضار أنت كده بتقوي القيمة الغذائية بتاعتها وبتخلي العناصر الغذائية كتير في الطبق. شوية فلفل ألوان كده
مع اللحمه المفرومه وهي بتتحمر. مدرسة المغازي بتقول ايه في تحمير اللحمة علشان تبقى مش معجنة ولا تبقى مكلكعة؟ واحنا بنقلب كده البصلاية مع اللحمة مع الخضار اذا كان فيه بالشكل ده كده، بنحط شقشاء مية من مية سلق المكرونة. طب المكرونة بتتسلق ازاي يا مغازي؟ زيت زيتون في قلب المية وشوية ملح. المدرسة المطبخ في سلق المكرونة ان احنا بنسلق المكرونة نص سوا عشان تكمل سواها مع البشاميل. ده زيت زيتون وملح ونحط شوية المكرونة بتاعتها كده بيتسلق. برضو لما تاخده من المية بتاعت سلق المكرونة حط في الاعتبار ان فيها ملح. كل ده لازم تكون انت مركزة فيه عشان ما يبقاش الاكل بتاعك او الملح زياده في الطبق اللي انت عاملاه. حطينا ملح واحنا بنحمر البصلايه، حطينا ملح واحنا بنسلق المكرونه، فاحنا كده هنكتفي بالملح في البشاميل هيبقى قليل. ادي اللحمه المفرومه. ايه الحلاوه، ايه الجمال ده. الزعتر مع اللحمه مع الفلفل الالوان، تقدري عايزه تحط خضار تاني انت حابه مفيش مشكله، مش عايزاها من غير خضار برضو ده اختياري. وانا لما بفتح الصوره وموضوع الاضافات في الاكل انا بفضل ليكي او بحطك في موضع الاختيار، انك انت ممكن تغيري الحاجه تبقى غير اللي بيعملها الشيف. ودايما عايزك في العائله وفي الاسره تنفردي بطعم مميز ليكي انت وطعم خاص ليكي انت. يعني ما تقلديش حماتك مثلا في طبق معين، طوري فيه، بس طبعا ما تجيش عند حلة محشي الكرنب وتخترعي، هي افضل ست تعمل محشي كرنب خلي بالك. اهو لحم، ادي ميه مغليه زي الفل. الله، شويه اللحمه هنا كده زي الفل تمام. برضو من ضمن الحاجات اللي بتسال دايما فيها عجينه البيتزا، هي فعلا العجينه دي في كل المطاعم في كل دول العالم بتختلف. واحد يقول عجينة هشة، عجينة سميكة، عجينة يدوية، في حاجات كده في العجينة لها بصماتها ولها طبعا ايه أسرارها. ولكن خدي مني طريقة عمل عجينة البيتزا زي ما قال المغازي مش الكتاب. ايه هي؟ 3 كوبايات من الدقيق بياخدوا مادة دهنية يفضل زيت زيتون. ولكن عشان عجينة البيتزا أو البيتزاية بعد ما ناكل منها نعرف نسخنها كويس، حذاري انك تحط بيض في العجينة، ده رقم واحد. ولكن احط زبادي، الزبادي مع مكونات العجينه بيؤهلك ويساعدك انك انت تاني يوم تسخنيها تبقى كانك لسه خبزها طازه. يبقى زبادي مع زيت زيتون، رشه ملح، معلقه خميره، معلقه سكر، عجلنا العجينه بتاعتنا بنسيبها تتخمر 3 مراحل. المرحله الاولى نص ساعه قبل الفرد، بعد كده بنفردها في الصينيه بنسيبها 15 دقيقه، وبعد كده بنحط عليها التوبنج اللي احنا حابينه اساسي طبعا معجون طماطم مخلوط بالزعتر والثوم والبصل، وبعدين بنحط الخلطه اللي احنا عايزينها سواء جمبري سواء فلفل سواء لحمه سواء تشيز لافر ايا كان، ونسيبها 10 دقائق قبل ما ندخلها الفرن. انا طبعا التفاصيل معايا اللحمه المفرومه على النار، المكرونه بتستوي في قلب الحله، الكشري ده اكله مصريه، هي في الاصل هندي طبعا، بس احنا المصريين غلبنا الهنود في عمايلها، شطار في عمايل الكشري. هقول لك طريقه لعمل الكشري في حله واحده ويبقى طعمه زي الفل احسن من بره كمان. هنجيب رز بشعريه ونحمره، الشعريه نحمرها نحط عليها الرز، نسقط بعد كده المكرونه والعدس الاسمر ابو جبه الجميل الحلو ونسيبه بيتسلقوا مع بعض. سووا مع بعض، بنحط معلقتين زيت شويه بهارات حلوين من الملح والفلفل، بنسيب كل ده يستوي مع بعض، بنغرفه. حابين نحط علبه حمص كده مسلوقه، شويه حمص وده اختياري برده. ما تنساش البصلايه المتحمره اللي هي محطوط لها معلقه نشا مع معلقه كركم مع شويه عصره ليمون، ونحمرها في قلب الزيت. حطيت نشا ليه وكركم يا شيف؟ عشان النشا تخلي البصله مقرمشه وطعمها لطيف مع الكركم. طيب اللحمه بتستوي، خلونا نخش في طبق الفاصوليا بتاعتنا، سلطه الفاصوليا عشان نكسب وقت في البرنامج بتاعنا. الفاصوليا تستوي، علشان احافظ على خضار الفاصوليا باللون الاخضر الجميل وتخضر لي كمال لازم نحط ملح على الميه المغليه لسلق الخضار وخاصه الفاصوليا الخضراء. المقادير على الشاشه، فاصوليا طماطم، فاصوليا خضراء وطماطم، بصل متقطع جوليان او شرايح،
فصين من التوم ناعمين، عصير ليمون، زيت زيتون، دبس رمان اختياري، معانا طماطم بنقطعها شرايح زي الفل، وهنتبل الطماطم في البدايه خالص قبل الفاصوليا. الميه بتغلى على النار، بنحط فيها شويه ملح، يبقى قاعده سلق الخضروات زي البروكلي زي الفاصوليا الخضراء باستخدامنا له في خضار سوتيه مع المشويات او مع الفراخ، لازم نحط شويه ملح على الميه وهي بتغلي. ايه فايده الملح هنا مغازي؟ هيخلي لك الفاصوليا الخضراء دي خضار ناضج زي ده كده. بص على الفاصوليا وهي نازله، زي ما بنحط الكابوريا كده في ميه مغليه بتاخد اللون الفسفوري. شفت الفاصوليا هتخضر معاكي على طول، ربنا يخضر ايامنا ان شاء الله. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. ونسيبها في الميه كده تاخد غلوه واتنين. الفاصوليا عندنا طازه وزي الفل. طبعا لازم تقمعيها الاول، تشيل الخيط اللي هو في الجناب ده اللي هو ممكن يبوظ سناننا ويعمل لنا مشاكل. طاقه ايجابيه بكلام حلو والكلمه الطيبه شكل الشجره الطيبه، بتدينا دافع وبتدينا قوه في العمل. بص يا اخت، انا بودي طبعا يعني اساعدك في اي وقت حضرتك حابه، ولكن هو الموضوع حب، حبك لاسرتك لاولادك لزوجتك لزوجك لضيوفكم لكل ده هو اللي بيخليك يولد طاقه جواكي ايجابيه تغرفي الطبق ايا كان. ممكن غرفتيه على شويه بقدونس بيطلع شكله جميل طالما عينك حابه تشوفه حلو، دي الفكر كله. ولكن دي موجوده عندنا الحمد لله، اللحمه المفرومه اهيت، المكرونه خلاص على وشك ان هي تستوي، الفاصوليا الخضراء على النار. شفت المطبخ ازاي بشكل انسيابي، كل حاجه زي الفل. هنشوف مع بعض مقادير مافن البرتقال واليستوفندي يا ابن عم البرتقال، هنشوف مقاديره على الشاشه عشان عايز اشتغل فيه، عشان ده يلزمه في الفرن من 20 ل 25 دقيقه تقريبا. مقاديره على الشاشه زي الفل، يستوفندي عصير، برتقال عصير، بشره برتقال وبشره ليمون، خليط ما بين فيتامين سي، الاثنين بيتنافسوا على الطعم، فانيليا، زيت نص كوب، سكر واحد كوب، ثلاث بيضات، كوبين من الدقيق، بيكنج باودر معلقه. حلو الكلام؟ مقادير بسيطه في سهله في متناول الجميع، ولكن الفكر الطهوي، الفكر الطهوي والابداع في انك انت ازاي تعملي الحاجه بحب. طبعا سيبونا نظبط الدنيا دي كلها مع بعضيها، وانا بأوعدكم مش هعمل حاجه غير معاكم، ولكن خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع لتفاصيل دقيقه ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وما زلنا في تفاصيل عمل مكرونه بالبشاميل بطريقه بسيطه وسهله ولكن بشكل جديد. اللحمه المفرومه على النار، المكرونه ما زالت بتستوي، معانا بشاميل واحنا شطار في عمال البشاميل، عباره عن دقيق مخلوط بزبده، بننزل بالحليب على مراحل بيطلع معانا بشاميل له قوام. مدرسه عمل البشاميل اتنين، مدرستين يعني. المدرسة الأولى في حالة لما تعملي بشاميل بخضروات، بروكلي، فاصوليا، خضار مشكل، وعايزة تحط عليه بشاميل، يبقى البشاميل تقيل شوية. علل ولماذا؟ لأن هنا الخضروات هتدينا سوائل، فنعوض السوائل اللي هتنزل من الخضار مع تقل البشاميل، يا واد يا تقيل. حلو الكلام؟ في حالة لما نعمل مكرونة بالبشاميل، يبقى البشاميل بتاعنا مخرجنا الجميل خفيف. علل ولماذا؟ علشان المكرونة هتدينا نشويات وتدينا قوام، فالبشاميل هنا لازم يكون خفيف عشان المكرونه تكمل سواه في قلبه، يوم يبقى فيه نسبه وتناسب، ويبقى هنا المكرونه خدت طعم البشاميل وطعم اللحمه المفرومه. حبيت اشرح النقطه دي قبل ما اخش في المافن بتاعنا عشان ادخله الفرن. المافن شفنا المقادير على الشاشه، تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي سريعا وندخله في الفرن ونخلص منه. اول حاجه ثلاث بيضات، حلو، البيض يطلع من التلاجة في أيام الشتاء قبل ما نخفقه بعشر دقايق بسرعة خفقان البيض سريعا، إضافة السكر مباشرة قبل الخفق بالشكل ده كده سريعا. هنشوف قوام لطيف دلوقتي، اهو شفت ازاي، اهو بسرعة اتخفق البيض. لو انت بتخفقي فيه من غير السكر هياخد منك وقت كبير. شوف الحلاوة دي كده، شوف الشكل الانسيابي ده كده، اهو
اه ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. ننزل بالزيت، الله، ونقلب نفس التقليبه. اه هيديني برضو شكل انسيابي ولكن هيبقى متقطع، خبره طهويه بقى. آه. نبص عليه. اه بص ازاي غير الاول، هتلاقي كده نازل، شفت ازاي الموضوع مختلف. اه حلو الكلام. ننزل بالفانيليا عشان زفاره البيض. اه ننزل بعصير اليوسفي، الله. اه ونقلب. هنا مفيش حليب. ننزل بعصير برتقال، واحنا عندنا البرتقال واليوسفي بتاعنا من خير ارضنا، العالم كله بيشهد له. اه اصبح في خليط هنا لطيف قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هننزل كمان ببشرة البرتقال والليمون اهو في قلب الخليط ده كده، ونخلي دول على جنب ونشيل كل الحاجات دي احنا مش عايزينها ونوسع لنفسنا. نيجي للبيكنج باودر والدقيق، المواد الجافة. بيكنج باودر ودقيق. اخبار اللحمة صوتها طالع ليه؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ كده اللحمة استوت معايا، بحط معجون الطماطم. طالما حطيت معجون طماطم يا شيف، بحط معلقة سكر. ليه السكر؟ عشان مشاكل الحموضة. تعملي بيتزا، تعملي مكرونة بشاميل. اه الله على المكرونة دلوقتي، الله على اللحمة المفرومة، خدت قوام ازاي؟ اه شيف مغازي على السوشيال ميديا، الله يبارك لك، اللحمة المفرومة في المكرونة بالبشاميل اللي بتفرط مني، أجي أغرفها تلاقي اللحمة واخدة سكة والمكرونة واخدة سكة، أنت بتعمل إيه علشان تبقى كلها حتة واحدة؟ صلي على الحبيب، قلبك يطيب. نطلع كده من وقت للتاني بمعلومة وتركاية ما بتلاقيهاش غير عندنا وبس، مكعب الزبدة ده في نص الإيه؟ اللحمة المفرومة. مع معلقة دي صغيرة. الله عليك يا شيف. هيعملوا دول بقى يا شيف؟ أهي. اه بص على الحلاوه دي كده. اه وسيبيها شويه. هنا الابداع الطهوي والفكر الطهوي والمعنى الصغير ولكن الطعم مختلف. هنقلب دول كده مع بعض اهو. هل زبده ودقيق، زبده ودقيق، اه زبده ودقيق، اه استنى عليهم كده. اه وبعدين اقلبهم كلهم مع بعض يا دلعك. هتلاقي اللحمة دي في قلب المكرونة ولا كلمة، ثابتة مكانها. اه كده اللحمة جاهزة، خدت الطعم، البهارات، الزعتر، الفلفلة الحلوة، التومة الحلوة، الفلفل استوى معاها. اه حلوة أوي. انا حابب اضيف شوية جزر مبشورين كده، كل ده بدلع اللحمة المفرومة بتاعت المكرونة عشان تبقى المكرونة البشاميل في العيلة والأسرة أنت رقم واحد في عمايلها. آه. عروسة جديدة بقى ورايحة عندي حماتك ورايحة عندي حبايبك وقرايبك، فطبعا لازم تعملي مكرونة بشاميل جامدة جدا. تتفرجي على الشيف المغازي على القناة الأولى. أهو ممكن تكون ماما برضو مدياكي تركية حلوة أحسن مني، أكل ماما لا يعلى عليه. أهو وجود الجزر هنا مع معجون الطماطم واللحمة المفرومة والسكريات بتاعته موضوع كبير جدا. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اوه ده ناخد ده كده ونخليه على جنب. طيب نكمل موضوع المافن بتاعنا. هناخد دي، بنحط البيكنج باودر عليه بالشكل ده كده. دايما البيكنج باودر مع الدي تخلطيه الاول كده لوحده وتعملي عمليه تيست للبيكنج باودر. طبعا احنا بنجيبه يعني دايما طازه، مش طازه يعني طازه بنجيبه يعني فريش من السوبر ماركت ونشوف تاريخ الصلاحيه، بس انت ممكن تجيبيه مره مثلا اول الشهر وبعدين يقعد عندك شهرين ثلاثه مفعوله بينتهي هنا، بياخد بروده بياخد رطوبه وتيجي تستخدميه ما يبقاش لطيف معاكي، فالحاجات دي مطلوبه انك انت تشيكي عليها دايما. ننزل بالدقيق بتاعنا والبيكنج باودر كده. اه 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 زي الفل. ونقلب بالمعلقه اللطيفه دي كده. اه كأنك بتعجن عجينة. اه شفت الجودة كده.
وعندنا قوالب المافن بتاعتنا. نيجي داخلين بالمضرب الجامد ده كده بقى اهو، شفتي؟ هو ده هو ده. اللهم صل على النبي. نشوف القوام مع بعض مخرجنا الجميل. هو ده ادي القوام زي الفل، كل حاجه مخلوطه مع بعضيها. هناخد المافن بتاعنا بالشكل ده كده والقوالب بتاعتنا، ونعبي القوالب اللي جبناها دي كده زي الفل اهي. درجة حرارة الفرن نأمن على الفرن بتاعنا درجة حرارته 180، ونظبط مكان الصاج اللي هندخل عليه المافن بتاعنا بالشكل ده كده. الله، ونقفل الفرن. دي أهم خطوة، إنك تأمن على الفرن. نبدأ نوزع المقادير كلها مع بعضيها. اللهم صل على النبي. هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الكلام. حلو الكلام. ممكن تعملي حاجه لطيفه بقى، تجيب البرتقال والاستفندي تقشريه وتحطيه في قلبيها. تبشري شويه برتقال وتحطهم في قلبيها، ده تجويد يعني. بس انا حاطط طبعا التفاصيل كلها، عصير برتقال وعصير يستفندي وبشرة برتقان مع بشرة ليمون جوه الخليط. ايه الحلاوة ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ شوفوا انا بشيل من المغرفة دي، هي التركاية دي. بص اهي اهي اهو تاني اهو. الحركة دي مهمة جدا. بس خلاص كلهم قد بعض. درجة حرارة الفرن عندي 180. على فكرة زي ما قالت الأخت من شوية، كل بيتساءل ده هيروح فين. ده تقدر تجيبي قالب كبير بتتهني زبدة وشوية دقيق وتعملي قالب كبير، مش لازم القوالب الصغيرة دي، ويبقى قالب كيك بالبرتقال والاستفند اختياري برضو، ده هنعمله إن شاء الله. فلازم نبقى عارفين مفيش حاجة عندنا بيبقى فيها تبذير، خلي بالك ده مهم جدا. تقدر تعملي حاجة حلوة كمان أفكركم، تعملي حاجات زي البان كيك. تجيبي طاسة وتاخدي من المقدار ده كده في قلب الطاسة وتعملي بان كيك لطيف وجميل، وتقدميه مع عسل يبقى فطار الصبح. يعني تقدري تشيلي الخليط ده في التلاجة. التفاصيل دي لازم اقولها للأمانة علشان مفيش حاجة تترمي. ده يتعمل بان كيك ويبقى فطار جميل الصبح على فكرة، لأن مقادير البان كيك هي مقادير الكيكة. هندخل ده الفرن. هو ده التنوع، انك انت تبقى عارفة ازاي تفاصيل الحاجة اللي بتعمليها. في درجة حرارة 180 وبنقفل الفرن. صلي على الحبيب. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ خلينا نقفل الفرن بتاعنا ونرجع تاني، واقول لك تفاصيل مكرونه البشاميل بتختلف من بيت لبيت ومن ست لست ومن ام لام، ولكن مع المغازي بالتاكيد لها طعم تاني وشكل تاني. اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. وجود الفلفل مع الجزر في قلب اللحمة، أنا عايز مخرجنا الجميل وأساتذة المصورين بس نشوف فين الفلفل وفين الجزر، اختفى ليه؟ أنا سبتهم على نار هادية مع شقشقة مية، قام الفلفل الألوان بجماله الأخضر والأحمر والأصفر، والجزر داب مع اللحمة. شفت الحلاوة؟ وجود معلقة دقيق تحمرها مع الزبدة في منتصف اللحمة أو في منتصف الطاسة وهي بتتحمر، هو اللي مخلي القوام الجميل الحلو للحمة المفرومة. تفاصيل هنا بقى في قلب الطاسة. زي الفل. ونهدي النار، والمكرونة جاهزة والبشاميل جاهز. تعالوا نركب المكرونة دي كلها مع بعضيها عشان ندخلها الفرن. برضو المغازي عنده تركية حلوة عشان تبقى المكرونة البشاميل كريسبي كده. الصينية اللي أنا هشتغل بيها في الفرن دهنتها زبدة أو سمنة اختياري برضو، بس بتكون جامدة شوية، وهي كده كده في الشتاء جامدة شوية. بنحط معلقتين هنا بقسماط أو رقائق الذرة بالشكل ده كده.
ونقلبهم شمال ويمين. حلو، ركزي معايا عشان الموضوع ده ايه، في ابداع طهوي. شفت الجو ده كده، مختلف الموضوع، بس خلاص ده ما يترميش برضه. بقت الصينيه هنا جاهزه عندي. حلو الكلام، نقفل المكرونه مع بعض. حلو قوي، هناخد شويه بشاميل نحطهم هنا كده. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. دي مكانها حلوه يا شفيق، ولا ايه، اقدم ولا اقرب ولا قول لي ولا تخبيش يا زيان. مكرونه بتاعتنا المسلوقه مسبقا، الله الله على الجمال. طبعا بعد ما تستوي المكرونه بتحط عليها معلقه زيت زيتون عشان تبقى مفلفله معاكي بالشكل ده كده. حضراتكم اشطر مني في عمل المكرونه، مش بقول لك انك انت ما بتعرفيش تعملي مكرونه، تعمليها احسن مني، ولكن ممكن تاخدي مني معلومه، تاخدي مني تركايه، تاخدي مني حاجه ممكن تجودي بيها وتعلي من الطبق بتاعك ويبقى فيه شويه ايه، تطوير. دي الحشوه بتاعتي اكيد غير بتاعتك، عشان نبقى واضحين يعني، دي مختلفه خالص. شفت بقى بتلعب في قلب الطبق ازاي، يا دلعك يا دلعك. تسيب الاطراف من غير لحمه عشان واحنا بنغرف كده نشتاق للحشوه بتاعتها. زي الفل، تمام يا عم الشيف. هنعمل ايه، عندي مكرونه وعندي بشاميل. ركزي بقى في الموضوع اللي جاي ده عشان هي دي التركية برضو. عندي مكرونة، لا تقولي لي بقى زي بتاعة المطاعم ولا انت بس اللي بتعملها في العيلة، خلي بالك دي مكرونة. بناخد بشاميل من اللي عندنا بنسقطه هنا، يا دلعك. بناخد شوية جبنة، يا دلعك. شوية جزر مبشورين، يا دلعك. شوية بقدونس مفرومين، يا دلعك. ونقلب دول كلهم مع بعض واحدة واحدة كده علشان يبقى لازم هنا في اختلاف، ده الشيف المغازي. ونقلب دول كلهم مع بعض، مكرونة بشاميل بقدونس ناعم جبنة موزاريلا والبشاميل بتاعنا المكرونة نص سوا، ونقلب كل دول مع بعض وناخد الخليط ده يا عم الشيف ينزل على وش اللحمه المفرومه. هيصة عشان المكرونه بشاميل يا مغازي. خش في التفاصيل هتلاقيها صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. كانت امي الله يرحمها تدعي لي دعوه، ولغايه دلوقتي اختي ربنا يديها الصحه كبيره يعني بمقام امي يعني بتدعي لي يعني. حلو، روح ربنا يجعل في وشك جواره وحنكك سكر. بصراحه الدعوه دي انا بحبها جدا. انا معايا شويه بقسماط باقيين معايا هنا، ومعايا بشاميل جبنه موزاريلا بنزل بهم كده على البقسماط. ركزي بقى عشان اللي جاي حلو، وبننزل عليهم بشويه بشاميل يا مغازي. ده التوبنج الاخير بقى. اوعي في حياتك تحط بيض. ليه؟ المكرونه دي لما تيجي تسخنيها لولادك تاني يوم ومن حلاوتها بقى تقعد عندك يومين مفيش مشكله، هتلاقيها جلدت. البيض بيخلي البشاميل يجلد ويخلي وش المكرونه يجلد. دي جبنه مع بقسماط مع بشاميل مع زعتر، ونقلب كده يا عم الشيف ونحط الخليط ده على الوش. هتقولي لي بقى الجبنه تشد، هتشد. نرجع لمدرسه حلاوه الجبنه من المطبخ الشامي. شفتوا الدلع والحلاوه، هو ده. ربنا يجعل في وشك جواره وحنكك سكره ويحسد ما بين ايدك. طب حد عايز حاجه بعد كده؟ عايزين ايه بعد كده؟ اختراع ده مغازي، مكرونة بشاميل انت الوحيدة اللي في العيلة بتعمليها. درجة حرارة الفرن عندي 180، دي عايزة لها 10 دقايق بعون الله هتاخد الوش، لأن اللحمة مستوية والمكرونة مستوية كل ده مع بعض.
نروق الدنيا كده ونفتح الفرن نشوف اخبار المافن بتاعنا ايه. نبص عليه، اللهم صل على النبي. لا 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 تكذبي يا عم، جيب المافن وجيب الحلاوه قبل ما نخش بالتقيل. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا استوفندي يا ابن عم البرتقان؟ الاتنين بيجمعهم كب كيك في قلب الفرن. هنطلع ده من الفرن كده وندخل المكرونه بتاعتنا. الله، تتحط مكانها هنا عشان تاخد لون. يلا مع السلامه يا حلوه. هو ده كل الهيصه دي عشان صينيه مكرونه بشاميل؟ تستحق او لا تستحق؟ مخرجنا الجميل المغازي دايما يقول لك تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. في قلب الفرن تعالوا شوفوا سلطه الفاصوليا تتعمل ازاي على المافن ما يبرد شويه عشان نغرفه مع بعض. حلو قوي. فاصوليا خضراء بتتسلق، بنحط ميه بتلج، بناخد يا عم الشيف الفاصوليا اللي اتسلقت دي، اللهم صل على النبي، بنحطها في الماء المثلج. شفت بقى الجو ده كده سخنه؟ هناكلها سخنه؟ لا، هناكلها برد. سلطه نوع من انواع المقبلات، هو ده الكلام. الماء المثلج تبريد سريع مفاجئ رقم واحد. رقم اتنين بيساعد على حفاظ لون الخضار بتاعك، ما يخلوش يتعرض للايه؟ للهواء. يا دلعك، بس سيبيها شويه على ما تجهزي الخلطه بتاعت السلطه زي الفل، ونشيل ده من النار. ايه خلطه التتبيله دي يا عم الشيف؟ مع بعض حاجات بسيطه كده وسهله، كل ما تحط حاجه على حاجه بيبقى الطعم حلو. يرفع ده كله من النار وتقفلي الكهرباء عشان فاتوره الكهرباء ما تجيش غاليه وعالي على الفاضي وتبقي بتستهلكي كهرباء على الفاضي. في حنفيه بتنزل ميه اقفليها، بوتاجاز مولع على الفاضي اقفليه، غاز مولع على الفاضي اقفليه. الحاجات دي كلها بتحصل في بيوتنا وبيحصل في بيتي وبيحصل في كل البيوت. تعالوا مع بعض نتبل السلطه دي سريعا مع بعض. وبقيت مش قصدك حاجه يعني، بيبقى الموضوع مش انت قصدك تبذير، نسيان، مشغوله، الحاجات دي كلها. طيب اعمل السلطه دي ازاي؟ بصلايه ناعمه، حلو، فص توم ناعم، الله عليك، شويه بقدونس ناعمين، جزره مبشوره لطيفه كده حلوه بتدي لون فسفوري في قلب السلطه. عندنا طماطم، والطماطم اختياري زي ما قلت لحضراتكم، بس انا حابب احط طماطم علشان تبقى السفره بتاعتي فيها كل العناصر الغذائيه. طماطميه جامده زي دي كده، ولكن طريقه تقطيع الطماطم للمغازي مختلفه. اللهم صل على النبي. اهو نشيل دي كده مش عايزها. نفس القصه هنا، اعلمك ازاي تقطعي الطماطم من غير ما تنزلي الميه بتاعتها على البلانشه، بس خلي بالك دول ترفعهم من الطماطم وتشيلهم بره خالص كده عشان يبقى شكلنا وحش لما نلاقيهم في قلب السلطه. الطماطم تقطع بالشكل ده كده، نفس القصه اهو تحت ايدك اهو، وتحافظي على السوائل بتاعتها. ووقف حياتك تقطعي الطماطمايه من على القشره، السكينه هتبرد معاكي، ايدك هتتألم، هتنزلي الميه بتاعت الطماطمايه كلها على البلانشه. زي ما انا شغال كده، سكينه ماشيه في الطماطمايه زي سكينه في الحلاوه. حلو قوي. ننزل بالطماطم دي هنا كده، يا دلعك يا عم الشيف، ونشيل بلانشه بالسكينه من هنا مش عايزه، ونحط زيت الزيتون وعصير الليمون. اللهم صل على النبي. دي تتبيله السلطه، ده عصير الليمون. السلطه دي سلطه شتويه برضو، قيمتها الغذائيه عاليه جدا. بحط شويه كمون على السلطه دي عشان الفاصوليا برضو لها بعض المشاكل مع الكولون. ده زيت زيتون، وامسك الخليط ده اقلبه كويس الاول قبل ما احط الفاصوليا. خلي بالك ده يتقلب كويس قوي قوي الاول. كانك بتعملي فتوش. هي الخلطه هنا السر في التتبيله دي. جزر مبشور، طماطم، زيت زيتون، توم، عصير ليمون، شويه كمون، شويه ملح،
انا حاطط ملح على الفاصوليا بتتسلق. شفت ازاي بقى النسيان؟ شفت التركيز؟ خلي بالك انا حاطط ايه، ملح على الفاصوليا وهي بتتسلق. ما ينفعش احط ملح هنا بقى، خلاص كده كده الطماطم فيها شويه ملوحه، خلي بالك. اهو حلو الكلام. ننزل بالفاصوليا بتاعتنا، نشيل التلجة دي من هنا، وفاصوليا بنروح عند الراجل الفكهاني وبتاع الخضار بنعدي عليها ما بنعبرهاش، يا اما ناخدها نحطها في الطماطم ونزنقها مع طماطم ولحمه في قلب الحله وخلاص، عملناها سلطه اهي زي الفل، تتاكل يوم واتنين وتلاته بارده. نقلبها بايدينا عشان تتبل كويس زي الفل. وعلمتك تعملي سلطه الفاصوليا، رحت لبنان، رحت سوريا، رحت كل الدول بتلاقي سلطه الفاصوليا دي تتصدر طبق المقبلات دايما في الفاست فود، بيتزا، مقليات، اي حاجه سلطه الفاصوليا. ولكن مش زي دي طبعا، مختلفه تانية، بتتسلق ويحط لك عليها شويه ليمون كده وخلص الكلام، وزيت زيتون. اه زي الفل. طبق التقديم يا عم الشيف بايدك الحلوه دي، عايزين نشوف طبق حلو اهو. الله، اللهم صل على النبي. طبق مش محتاج جرنش. اه بسم الله الرحمن الرحيم. حكايه حكايه وسجلها التاريخ. شفت سلطة الفاصوليا؟ تاكل الطماطم ولا الفاصوليا، وكل ما تقعد في الثلاجه يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي يا كل اللي بتتابعوني، كل ما تحلو. عينيا هرم، اه هرم من الخبرة الطهوية وهرم من القيمة الغذائية. العب يا السمك اهو، حلو قوي. التفاصيل صغيرة والمعنى كبير والطعم جديد، حلو قوي. بس خلاص روق الدنيا عشان نطلع بالمكرونة بتاعتنا زي الفل. حاضر يا غالي، هغرف لك المافي. حاضر. اللهم صل. النظافة أهم حاجة، خلي بالك، ده بيشجعك إنك تقعدي في وسط ولادك، تقعد على السفره كده وانت قاعده واثقه من نفسك، مطبخك رايق وزي الفل. ويا ويلي لو مطبخك مش رايق وقاعده بتاكلي معاهم، ما بتحسيش بطعم الاكل. طبعا انتوا عارفين، بتقولوا والله معاك حق يا ابو غازي، صح انا عارف الكلام ده. انا كده بكون مطبخي مش رايق وواقف بعمل اي حاجه، بحس ان عليا حمل كبير قوي، زي مثلا زي ما اكون ما صليتش العشاء، ما يجيليش نوم. الله، اللهم صل على النبي. ممكن نرش رشة سكر، بس أنا مش حابب سكر بصراحة، أنا عايزها زي ما هي كده. هكتفي بطعم البرتقال واليستفندي في قلبيها، حطيت سكر هياخدنا سكة تانية، خلي بالك. كوباية شاي حلوة وقت العصاري، كوباية فنجان قهوة حلو لزوجك العزيز قبل ما ينزل على الشغل، مع واحدة من دي هيدعي لك طول النهار زي الفل يا عم الشيف. شوف المكرونة وقتنا خلص ولا نكمل يا شباب؟ حابين ايه؟ انا معاكم. حلو قوي زي الفل، تمام. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ مطبخك يا اختي يكون رايق اهم حاجة، ليه؟ علشان تقدري تقعدي في وسط ولادك على الطبلية اللي بتجمعنا. اه عيني اهو كده. آه. العب. حلو زي الفل، زي ما المخرج عايز، ده الشطاره، نسمع كلام الكبير، مرقصنا، قدوتنا، في عملنا، ده مهم جدا، ده سر من اسرار النجاح، لان هو اللي بيتحمل المسؤوليه. شفت الحلاوه؟ ايه الفاصوليا الجميله الحلوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ مش هحط لها اي حاجه خالص، ولا خس ولا اي حاجه. المكرونه عينيا، حاضر. تدفع كام؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب، دي كيكه مش مكرونه، دي كيكه يا شفيق. الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ عايز تطلعها هنا؟ مكانها حلو هنا؟ زي الفل. طيب تمام، يلا. المكرونه دي فيها تفاصيل كتيره النهارده على فكره. يا سلام، اللهم صل على النبي، اللهم صل، ومعموله بحب. بس للامانه عشان انتوا عارفين الشيف المغازي مش بيكذب، اللي في قلبه على لسانه.
دي عايزه كمان 5 دقايق في الفرن بصراحه، يعني بصراحه بصراحه يعني عايزه 5 دقايق للامانه، هتحلو وتبقى احلى واحلى يعني، كلها تبقى اللون ده. مطبخنا النهارده فيه شويه بساطه وسهوله ومرونه، وزي دايما ما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.